هاي جايز، كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم بهالفيديو احنا راح نلعب لعبة بيكا اكس دي، طبعا بخطعة انه بتخلينا نطير مع هذا الصاروخ. طبعا انا يعني مشان انه الصاروخ هذا يعني مثلا هذا تحديث النجوم، في صاروخ بنحطه قدام باب البيت فبيخلينا انه نطير، او يعني هو لوحده، يعني بالاصل هو لوحده بتطير صح. بس لحظة دقيقة 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 لحظة برجع. اوكي وين راح؟ بسم الله. اوكي طبعا جايز، هلا قبل ما نبلش اشتركوا بقناتي، كمان حطوا لي كثير كثير لايكات. طبعا هلا خليني افرجيكم شلون انه نطير معه. وطبعا خلي لحظه، يعني مع الصاروخ لحظه خلي نطيره. بام طير، شفتوا كيف؟ زي هذا، زي هيك ما طار. شفتوا كيف طار؟ ايه احنا نفسه بدنا نطير زي. اوكي وطبعا جايز هلا احنا قبل نبلش اشتركوا بقناتي، اهم شيء مشان انه نوصل لمية الف باسرع وقت. خلينا نوصل طبعا لمية الف خلينا نوصل لمية الف مشان انه نسوي يعني فيديو عن سحب، يعني نسوي سحب رابلكس، كمان سحب بي كي اكس دي. اوكي هذه الف صح، الف انا عندي 7000. اوكي طبعا جايز بس عم بمزح، بس صح عندي 7000. خلينا نوصل بليز 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 ل 10000 لايك. ضيفوني مشان تجون على بيت. اوكي لا 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 لا، اذا دخلت هون ما رح اقدر اني اطلع. نو 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 Are you okay? No, I'm not okay. Yes. Yes. Okay, هيني طلعت. طبعا جايز هلا مع انه عم يغير ملابسه، خلينا نهرب نهرب نهرب. يلا نهرب يلا نهرب يلا هروب. اوكي يلا هلا طبعا جايز خلينا نبلش. طبعا اول شيء هذا الصاروخ هذا بتشتروه ب 100 جوهري، يعني 100 جوهري بس شويه، لانه بتقدروا انكم تجمعون. فبتجون هون وبتشترون من هون تشترونه. اوكي اي 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 وين راحت؟ اخ وين راحت؟ بسم الله وين راحت؟ خلص خلاص خلص 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 خلص. هلا طبعا جايز خلي ان افاجيكم شلون. اول شي طبعا بعد ما تشترون هذا الصاروخ تروحون طبعا لازم انكم تجيبون مشروب الطاقة. طبعا هذه الطريقة الأولى. طبعا أنا ماني كتير شاطرة بهذا مشروب الطاقة وهيك، ملابس كتير عادية، فلأنه صراحة يعني ما بس بحس إنه يعني لحظة دقيقة ما بقدر جايز إني دقيقة ما بقدر إني هيك لا يعني بس مشروب الطاقة إني أوصل. لحظة هيك رح نساوي هيك وليكو هلأ رح نطير. لا طبعا هلا شو بدنا نسوي؟ رح يعني هذا الطريقه الاولى انتم بتقدروا بعد. الطريقه الثانيه بتقدر انكم تلبسون اي ملابس بدكم، اي شيء، يعني ملابس بتخليكم انكم تطيرون، يعني ملابس بدلات بتخليكم انكم تطيرون فوق. بس دقيقه بحط هذا. اوكي لا دقيقه اوكي هلا كتير عم تصير هيك كتير، يعني كتير فوق. خلينا نسوي هيك. اوبلا شفتوا وين وصلت؟ طبعا بجيب اوبلا. يلا منتير انطلقوا. سقطت انا، شفتوا؟ يلا كمان منتير. عم طيح انا، ما عم بقدر منلو بروح. يح يح يلا كمان نرجع. اوكي يلا طير. اوكي انا هون اوكي هلا تركيز جايز.
واو شفتوا جايز هوني في طبعا خدعة دقيقة اوه في هون خدعة حزهو كيف سويت الله بالله واو حلوة صح طبعا جايز انتو اللي ما عنده هذا لحظة بدي احكي له هو لحظة دقيقة هو بالله كيف سويت لها يا عم كيف هو هو ليه عم تضحك كيف هذه الخدعة وريني بعصب ما بيقول طيب بروح عصبت اوكي لحظة طبعا جايز انه هيك بنقدر انه نحلي فانا بدي اوصل لمكان كتير عالي طبعا انا بالصباح يعني هذا الخدعة سويتها قبل يعني قبل كتير سوري حلوة كتير اوكي طبعا انا سويتها بالصباح باسراء بلاي بحسابي اسراء بلاي ها يب ونحط رقم 000 اوكي هذه انا اوكي هوني جايز هاي 4 hours يعني 4 ساعات هذه لما نزلته طبعا هذه مبارح يعني هذه كمان 9 ايام 12 يوم الله اها يب دول اللي معي هذول الاخوات على فكره كلهم يب بس والله حطوا لي كمان هون كفولو بليز مشاني اللي حاطت لي هون فولو حطوا لي كمان فولو بحسابي اسراء بلاي طبعا جايز هذه الخدعه كمان بتقدروا تسوونا بطريقه اوكي انا عم تبكي واي كراي لحظه واي كراي ليه بوليتا ماجيكا وش ده اها هاي بتقولنا هاي شو هاي بتقول good morning how are you اشفك انت طبعا جايز بجيكم كمان طريقة انه لحظة نقدر كمان انه نلبس يعني ملابس كتير عادية اوكي بلبس ملابس عادية يعني هيك بلبس يعني ملابس كتير عادية يعني ملابس يعني ما أنا مو بدلة يعني ما بدي هلا البس بدلة وفرجيكم شلون دقيقة يب نقدر كمان انه نروح نجيب مشروب الطاقة وبفرجيكم شلون هلا كمان بنجي هون ومنروح فوق الشجرة ومنقدر بعدين هونيك ننط فوق هاي ما قدرت اوكي هلا قدرت خلي نطير او ماي جاد لا رح تروح لا بليز يلا وي جايز شفتوا وصلت لحظة دقيقة اوكي بدي اوصل بدي اوصل نو هون يس يلا هون يلا سريع اوه ماي جاد ناو بليز جاد دقيقة لحظة كفو يس هيك يلا
لا تمان يلا يلا أب هون صح؟ نو اوكي هذه الخدعه جايز كمان هيك طريقه ثانيه بنقدر هيك نطيرها وبنحطها هون يعني بوسطها بنجي هون وسطها ما هلا ما جيت انا وسطها يعني اوكي هذه هي الطريقه بتمنى تكون عجبتكم طبعا اهم شيء اشتركوا لحتى نوصل ل 100,000 توصل عائلتنا ل 100,000 شخص بالقناة let's be friends okay I added you I did لحظة بدي احكي I did perfectly okay حطت لك يلا يلا تفتك تفتك يلا اقبل يا بنت يب اوكي يلا ارقص انت وربي ها طحت شفت شوفوا شو حسابي لون هيك يلا موتوا يلا اوكي طبعا جايز هيك بنكون خلصنا هذا الفيديو اتمنى يكون عجبكم لا تنسوا اشتركوا بقناتي لحتى نوصل طبعا ل 100,000 وطبعا بال 100,000 راح نساوي سحب رابلوكس وكمان سحب تبع البي كي اكس دي وطبعا لا تنسوا اشتركوا بقناتي يعني شو كمان حطوا لي لايك لهذا الفيديو واللي مهتم بالمحتوى اشتركوا وفعلوا الجرس اللي ما انا مهتم بالمحتوى اشتركوا بدون تفاجئ لانه كثير بتعب فيديوهاتي بدي اياكم تتفاعلون وبس طبعا بحبكم كثير كثير والله حطوا لايك باي.